أحيت جوقة الأردن البيزنطية أمسيتها الميلادية بعنوان عمان ترنم في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق برعاية النائب قيس زيادين وحضور المونسنيور روبرتو كنا القائم بأعمال السفارة البابوية في عمان والمطران ياسر العياش وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وشخصيات رسمية وعامة. وقدمت الجوقة عددا من الترانيم الميلادية شارك بها الأب عماد البواب والمرنمة نائلة السمعان. سبحان الكلمة السر العظيم من توشح جسمنا وفي محافظة الزرقاء أقامت جوقة دون أوريونا أمسية ميلادية بحضور راعي الكنيسة الأبهاني جميل وأبناء الرعية حيث قدمت الجوقة مجموعة من الترانيم الميلادية المميزة. عشنا فعلا أوقات صلاة أوقات فرح دخلنا بجو الميلاد من خلال هذه التراتيل الرائعة اللي سمعناها من قبل جوقة دون أوريونا الكبار والصغار. بدنا نطلب من الرب بخاصة بهذه نهاية هذه السنة وبهذه الاحتفالات الميلادية اللي راح نعيشها بعد كم من يوم أن يمنح السلام والأمن والاستقرار لبلدنا. وبدنا نشكر كمان قائدنا الملك عبد الله الثاني المعظم على اهتمامه بكل الطوائف وكل الكنائس وكل هذه المناسبات الخاصة اللي عم بيعيشوها المسيحيين بهذه الفترة وعلى توفير الأمن والأمان لهذه الأجواء الميلادية اللي عم بنعيشها. بدنا نشكر كمان السلطة والحكومة والشرطة والأمن اللي عم بيسهروا بيتعبوا من أجل توفير هذه الأجواء. وفي ذات السياق أقامت شبيبتا رسل الرحمة وهياكل الروح أمسية ميلادية في رعية القديس ميخائيل حيث قدمت خلال الأمسية نشيدة موطني تمجيدا لأرواح شهداء الكرك. واشتملت الأمسية على تراتيل ميلادية وفيديوهات وسكتش يبين معنى الميلاد. تعرفي شو أهم إشي في الشجرة؟ الإشي اللي بنعلقه فوق عرفتي؟ عرفتي إيش هو؟ نجمة. النجمة هاي اللي قبل 2000 سنة هي اللي دلت المجوس على مغارة بيت لحم. عارفي مغارة بيت لحم؟ بيت لحم اللي نولد فيها الملك والمخلص يسوع المسيح.